طبعا يا جماعة الطريقة سهلة وما بدها اشي، وهي طبعا اول اشي انك تشبك الايد على الجهاز. طبعا طريقة انك تشبك الايد على الجهاز، طبعا قبل ما تفوت اللعبة هذا اهم اشي، تضغط زر بيأزر شير مع بعض، ضلك ضاغط عليهن لحد ما يضوي لك بالشكل هذا. طبعا بعد ما يضوي لك بالشكل هذا تدخل اعدادات البلوتوث، تبين لك الجهاز الايد وتشبكها. طبعا هاي ضوت احمر او اي لون ثاني شو مكان، هيك بتكون شبكة الايد وجاهزة انك تدخل اللعبة. يعني خلص اول ما تشبك الايد خلص فوت على اللعبة دغري، ونوقف الفيديو حتى اللعبة تشتغل. طبعا يا جماعة هيك اول ما تدخل على اللعبة اصلا بتكون الايد جاهزة 100%، ويعني تدخل اللعبة وبتلعب بالايد دغري مباشرة. طبعا الازرار هي انه هاي هي اللي بتصوب، وهاي هي اللي بتطلق النار هاي، والكبسة يعني هي بشكل عام نفس اي لعبة ثانية موجودة على البلاي ستيشن، نفس الكبسات. يعني فيش داعي نشرحهن، بس خلينا نفرجيكم انه كيف تقدر تعدي الكبسات تدخل نفس ما دخلنا. وهاي هاي شايفها، هاي اهم شيء، خلي هاي مكانها، هاي ثواني اعمل ريسيت. هاي اللي بتركض، حاول انها تكون قصيرة، تمام؟ يعني عمل رسيت، بس هاي تقصر هاي عشان لما تتحرك بالجير تكون حركتك اسهل، تمام؟ وخلص نحط سيف وتدخل تلعب جيم. طبعا راح ندخل نجرب الاشي اللي عملناه مع بعض. طبعا هاي مثل ما انت شايف لحاله دغري يعطيك او كانسل، الاشياء هاي كلها يعني لحاله بيعملها. يعني انت ولا بتسوي اي كبسه، لكن ان شاء الله بالفيديو القادم راح ننزل فيديو لانه لافضل الاعدادات اللي ممكن تساعدك، وافضل الاشياء المهمه في الاعدادات، انه بحيث انت لاعب تلعب على الايد، تمام؟ ونوقف الفيديو لحتى تدخل اللعبه. طبعا يا جماعة هاي لما قلت لك انه تحط اللي تركض يعني اقرب هون، عشان انه تكون حركتك اسهل لما تركض، تضغط على الجير على السريع يعني يكون اسهل عليك الشغلة. طبعا هون باللوبي يعني، طبعا هاي الكبسات الاكس بتنط، يعني كله موجود، الاكس بتنط، الاو بتقعد. طبعا ضغط على الاو كمبر زي ما بيقولوها، مربع تسوي ريلود، المثلث بتغير السلاح لما يكون معك سلاح ثاني، وظلك ضاغط على المثلث مشان يشيل السلاح من ايده ويشيل السكينة، تمام؟ ويعني هاي هي كانت كل كان هذا هو الفيديو. ان شاء الله استنونا بفيديوهات قادمة تكون احسن من هيك بكثير، وخلينا نكون معكم بجيم بلاي سريع، يعني جيم بلاي نقصقص شوي للعبة، وخليكم معنا.